تعريف السنة، علاقة السنة بالقرآن الكريم. السنة كانت لها مكانة عظيمة جدا ومنزلة رفيعة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مكانة السنة في القرآن الكريم. اجمعت الأمة على حجية السنة، الله عز وجل اصطفاك واختارك، فلا تضع نفسك. لو ما عندكش علم بقى ما تدخلش في جدال. السؤال لم يحرم في دين الله عز وجل. العلاقة بين السنة والقرآن علاقة تمكن، علاقة وثيقة جدا لا تنفك أبدا. القرآن الكريم بيّن الصلاة وفرضها، وفرض الزكاة، وفرض الصيام والحج. لم يكن هذا الشرح موجود في القرآن الكريم، بل أكدته وأيدته السنة النبوية المطهرة. فوق 90% أو 99% من الشبهات والأمور التي يأتي بها المشبهون ومنكر السنة وأعداء الإسلام جاءت قديما. وحي يوحى مع الأستاذ الدكتور محمد كريم في صحبة إسلام رمضان. هذا البرنامج تشاهدونه في الأوقات التالية. يحلو الزمان بنور فضلكم، وكم تحلو بفعل الصالحات حياتي.